بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الحريزي الياسمين، رئيسة جمعية الياسمين للتنمية البشرية والرعاية الاجتماعية. الحمد لله، هذا برنامج لإقلاع بمدينة تمنصورت اللي نصته العمران بمدينة تمنصورت، وكان الحمد لله الجمعية ديالنا هي اللي كانت تم الانتقاء ديالها بين مجموعة من الجمعيات وبشركة مع ولاية جهة مراكش آسفي ومندوبية الصحة والحماية الاجتماعية. قررنا باش وضعنا عدة برامج لمجموعة من الحملات الطبية، لأن كما قلت لكم الاقتراح تاع العمران كان في ثلاث محاور: الصحة والإدمان والإعاقة. والحمد لله الجمعية ديالنا خدات الصحة ودرنا برنامج ديالنا بعد لي كوميسيون داكشي اللي دازو. دوزنا القافلة الأولى، دوزنا القافلة كلهم، دمناهم في المركز الصحي الحضري تمنصورت باء، ودوزنا القافلة الأولى في 15 دازت الحمد لله مزيان، وهذه القافلة الثانية في 12. ويمكن الساكنة جاو واستفدوا ولله الحمد. واليوم بحكم أن إن شاء الله شهر رمضان قرب، كان أصلا إحنا كنا مؤسسين على الطب العام والتركيز على كشف مبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والضغط الدموي والسكري، ودرنا اليوم الخزان يوما، استفدوا منه مجموعة تاع الناس. والحمد لله الأدوية متوفرة عندنا ولله الحمد، وكاينة معنا اختصاصية في السكر دارت حملة تحسيسية للناس وتوعوية باش توعيهم الناس اللي يصوموا الناس اللي ما يصوموش. الناس خداو الناس الدواء ديالهم ديال الطونسيو ديال السكر. كاين عندنا لي جينيراليست، كاين عندنا ستات لي ميديسان وواحد جينيكو، كاين عندنا ديال ميديسان السكر، كاين عندنا الضغط الدموي، كاين عندنا لي جينيراليست، كاين عندنا جينيكو. كانت ليكوغرافي، خدينا الوحده المتنقله من عند مندوبيه الصحه الله يجازيهم بالخير، ساعدونا بها. واستقبلتنا الاخت حنان الماجوره ديال المركز الصحي الحضري تمنصورت باء الله يكرمها، والامور غاديه مزيان جيده. كاين عندنا البنات ديال ديبيستاج ديال الكول والسهل، كاينين عندنا خمسه، وكاين عندنا الاخت وحده ديال الخزان، وكاين عندنا البنات اللي تيديروا الضغط الدموي ثلاثه، واللي تيديروا السكر ثلاثه. وغادي الامور مزيانه ولله الحمد، والساكنه جاو استافدوا وخدوا دواهم، وهم الحمد لله الامور لحد الان غاديه مزيان الله يجازيهم بخير والله يكرمهم. الناس تا هما اللي يساعدونا من بعيد ومن قريب. شكرا لعمران اللي ساندتنا وعطتنا هذه الفرصه، وان شاء الله باقي عندنا حملات جايه. ودرنا الاشطر اليوم، كان عندنا شطر واحد فيه جوامع، جاو معاه الجوامعيه، وكان دوار بالقيد ودوار دوار مسعود، دوار بالقيد ودوار مسعود، وكيجيو الناس من اشطر اخرين، ولكن الامور غاديه مزيان. حيت ما نقدروش حنا نردو واحد ونخليه ولا هذا، والامور حتى دابا غاديه ولله الحمد مزيانه. وبالنسبه للاخوان جاو ساعدونا، كاين عندنا فريق تاع التنظيم، وكاين عندنا فريق تاع المتطوعين الله يجازيهم بخير والله يكرمهم. ومن بين هاد المتطوعين كاين معنا واحد البنيه زينب الله يجازيها بخير الله يكرمها. السلام عليكم. الاسم حنان بلارج، ممرضه رئيسيه بالمركز الصحي تمنصورت باء. كيشرفني انني نكون من ضمن الناس اللي داخلين في هذه الحمله، بحمله ديال اللي كتقوم بها جمعيه الياسمين، اللي كتشرفنا السيده ياسمين الاخت ديالنا العزيزه. هذه المبادره هي داخله في اطار برنامج اقلاع ديال تمنصورت للنهوض بجميع الجوانب الاجتماعيه والصحيه اللي خاصه بالمنطقه. الحمد لله كتكون الاستفاده عامه. قمنا بالحمله الاولى دازت في احسن الظروف، وهذه الحمله هي الثانيه من النوع ديالها. كنتشرف انني نكون مع هاد الناس، كنقدموا يد المساعده، كنحاولوا ما امكن على اننا نحاولوا نوفيو جميع المتطلبات ديال هاد الساكنه، ولو اننا ما عندناش واحد الحويجات كثارين، ولكن الحمد لله كاينين شي تخصصات للناس في امس الحاجه لهم. عندنا الناس اللي كيراقبوا السكري، الناس ديال الضغط الدموي، الناس ديال العيالات اللي بالنسبه لهم لمراقبه الحمل، مراقبه سرطان عنق الرحم والثدي. كاين الناس اللي ما عندهمش القدره على انهم يتبعوا في مراكش ولا هذا. الحمد لله هنا كتجينا هذه القافله الطبيه، كتجي العين المكان، كيستافدوا الناس، كتنقص على
الناس واحد المجهود وواحد العبء كثير. الله يجازيكم بخير لجميع الناس اللي كيشاركوا من قريب ولا من بعيد، الناس اللي المتطوعين والناس اللي منخرطين في الجمعيه، والناس ديالنا، الناس ديال العمران والناس ديال الصحه، واللي كيساهم كل واحد كيمد ايده وكيعاون هاد الناس، لان حنا الحمد لله حنا مجتمع واحد وحنا كلنا مغاربه. واللي كيسر الخوه المسلم في اي حاجه ربي كيسر معاه، لاننا الحمد لله حنا راه عايشين في واحد المجتمع كله مجتمع في كله ديال التضامن والتكافل، وكلنا يد وحده، واي واحد فينا عنده القدره على انه يمد يد المساعده لشي حد راه تيقدمها على حسب الاستطاعه ديالو ومن الموقع اللي هو فيه. ونتمنوا ان شاء الله ان تدوز الامور كلها في ظروف مزيانه. الناس الحمد لله كما شفتوا معنا الناس راهم استافدوا، الناس من اللي للمراقبه ديال الضغط الدموي، ولا الناس تاع السكري اللي خداو الناس الدواء ديالهم. الحمد لله كانت اضافه هذه المره قبل ما كناش خدمنا الناس بالنسبه للكونسلطاسيون العاديه يعني الطب العام. الحمد لله هذه المره الاستاذه ياسمين حاولت ما امكن انها دخلت واحد الحاجه جديده، وان الناس دخلوا، الناس اللي بغاو يدوزوا غير تدويزه عاديه، والحمد لله الدواء متوفر، جاو الناس خداو الدواء ديالهم. كاينه التلفازه اللي بغا يدير ليكوغرافي، الحمد لله الناس داروا ليكوغرافي، والامور غاديه على احسن ما يرام والحمد لله. ونتمنوا ان شاء الله ان الامور تدوز كلها بخير وعلى خير. وجايين حملات، لان هذه الحملات كان تم التقسيم ديالها على حسب الاشطر ديال التمسورت، 8 ديال الاشطر. وعلى الرغم من هكاك الا ان كاينه واحد المرونه في التعامل، ان الناس اللي جاوا اللي جا ما كيرد ما كيتردش، كلشي الناس كيستافدوا، والحمد لله البيبان ديالنا حنا محلولين. وكنتشرفوا انا رئيسه المركز الصحي ديال التمسورت باء، كنتشرف انني كنستقبل هذه الجمعيه وكنستقبلوا كاع الناس اللي تيعاونونا، وهذه الجمعيه كتمد يد المساعده للناس. والشكر الجزيل موصول للجميع.